لنقاش ملف ردود فعل اللجنة المنظمة للتظاهرات وموقف الثوار من تشكيل حكومة الكاظمي، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة للتظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا دكتورة. أصدرتم في اللجنة المنظمة للتظاهرات بيانا بعد تشكيل حكومة الكاظمي، ما هي أهم النقاط التي جاءت فيه وما هي خططكم لمرحلة ما بعد تشكيل هذه الحكومة؟ حقيقة نحن كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين المباركة إحدى الجهات المنظمة لانتفاضة تشرين، كنا أعلنا عن موقفنا بشكل مبكر برفضنا التام لأي منظومة حكومية تصدر من رحم العملية السياسية المريضة. حقيقة ما جاء بتشكيلة الحكومة الحالية اللي ترأسها مصطفى الكاظمي هي لا تختلف عن سابقاتها بأي شيء، هي عبارة عن الخط الثالث والخط الرابع ربما للإدارات الوسطى أو ربما الإدارات المتقدمة في وزارات الدولة، الذي حسب ما وصفهم رئيس الحكومة تم اختيارهم على أساس المهنية وعلى أساس التوافقات الشعبية. نحن من خلال منبركم نعلن أنه لا نهائيا لا صوت لنا في أي موافقة أو أي عملية نوصفها تحظى بمقبولية لهذه الحكومة. هذه الحكومة كانت ضليعة بقتل ما يقارب 1000 مواطن عراقي انتفضوا من أجل المطالبة بحقوقهم. هذه الحكومة اللي ترأسها الشخص اللي مسمى مصطفى الكاظمي كان يترأس أعلى جهاز أمني في الحكومة العراقية، شهد مقتل آلاف العراقيين وجرحهم باستخدام كل أنواع الفتك من قنابل دخانية إلى قنابل مسيلة للدموع إلى رصاص صحاري إلى رصاص مطاطي، وتستر على من عرف وقتها بتسمية الطرف الثالث. لم يكشف إثناء وجوده عن هذا الطرف اللي تم بمقتل العراقيين، وهذا بحد ذاته خيانة للأمانة التي وضع من أجلها. نعم هذا أولا. النقطة الثانية بخصوص تحضيراتنا، نحن انتهى الإعداد لخلية التجهيز في مليونية الخلاص، واللي حقيقة نحن نطالب جماهيرنا بالتريث بوقت هذه المليونية إلى غاية التأكد من انتهاء أزمة الوباء وحفظا منا على أرواح العراقيين. لكن الشباب الثائر أعلن عن موقفه بنفس الساعة اللي تم تكليف مصطفى الكاظمي، اللي كانت عبارة عن حفل عشاء وحفل سحور وحفل فرح لتقطيب متناسين دماء العراقيين التي لا تزال تقدر في الشوارع. وخير شاهد على كلامه السيدة الفاضلة والدة الشهيد المرحوم مهند القيسي، خرجت بمنتصف الليل أثناء وقت السحور مع الشباب الزائر بالنجف الأشرف. نعم دكتورة آلاء، كانت منظمة العفو الدولية تحدثت صراحة في بيان لها خطبت فيه حكومة الكاظمي بضرورة إنصاف أو تلبية مطالب المتظاهرين، وكذلك ضرورة متابعة من قتل المتظاهرين ومن تسبب في جرحهم أيضا. إلى أي مدى تتوقعين أن حكومة الكاظمي ستستجيب لمثل هذه المطالب لمنظمة العفو الدولية وقبلها الكثير من المنظمات الحقوقية؟ حكومة الكاظمي هي عبارة عن حكومة خيال الصحراء التي توضع في المزارع خشية تقرب الغربان والطيور من المنتوجات الزراعية، لا تستطيع فعل أي شيء. ها هو القاتل عادل عبد المهدي يجلس إلى جانبه، ألم تطلق
التصرفات في زمن القائد العام للقوات المسلحه المسمى بشخص عادل عبد المهدي، والعراقيين الان يطالبون بمحاكمته وفق القانون الدولي كمنتهك لحقوق الانسانيه وحقوق باقترافه جرائم ضد الانسانيه، لا يستطيعوا عمل اي شيء. الميليشيات التي انتخبت هذه الحكومه واللي زكتها واللي منحتها اصواتها هي لا تزال هي التي تتحكم بارادتها، لا تستطيع فعل اي شيء. ان مصطفى الكاظمي وعصابه القفازات السوداء اللي يرتدوها مع هؤلاء جاءوا بمباركه اناس لا يحظون بثقة الشعب العراقي، نحن نعتبرهم قتلة مأجورين، قتلة تسلطوا على الشعب العراقي، فلا يمكن الوثوق فيهم. لم يعر أي أهمية للشارع المنتفض منذ 8 أشهر، داس على أرواح الشهداء وعلى دمائهم. دكتورة آلاء، إلى أي مدى تظنين أن ثوار تشرين اليوم أصبح عليهم حمل ثقيل وعادوا ربما إلى المربع الأول بتشكيل حكومة الكاظمي؟ أبدا لن نعود إلى المربع الأول. نحن في الفترة الماضية كنا التزمنا باعتصامات سلمية داخل الخيام حرصا منا على عدم تفشي الوباء، وكما قلت لحضرتك الجماهير تطالبنا بالخروج اليوم قبل بكرة، لكن نحن منتظرين فقط أن نكمل استعداداتنا لهذه التظاهرة الحاشدة. الثوار لا يزالوا بنفس عزمهم وربما أكثر، بالعكس تشكيل هذه الحكومة أعطاهم الدافع الأكبر للاستمرار في ثورتهم للقضاء مبرم على الطبقة السياسية من أولها إلى آخرها، لأنهم اكتشفوا حقيقة وضعف هذه الطبقة أمام كل التحديات اللي واقف أمامها العراق، سواء تحديات من الناحية الصحية تفشي للمرض والوباء، سواء من النواحي الاقتصادية بعد انهيار أسعار البترول، والعراق بلد ريعي لا يمتلك سوى هذه العائدات. اليوم رواتب الموظفين مهددة، رواتب المتقاعدين لحد الآن لم يتم توزيعها، كردستان العراق لا يزال لحد الآن لم يستلم الرواتب، والميليشيات ومافيات الفساد لا تزال منشغلة بتقسيم حصصها من الدولة، من ما تبقى من نهب الدولة العراقية. شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.